كيفية السحب باستخدام بطاقات السحب والائتمان. قم بتسجيل الدخول إلى بوابة العميل، اضغط على سحوبات ثم بطاقة سحب ائتمان. قم باختيار الحساب الذي ترغب بالسحب منه. قم بإدخال المبلغ المراد سحبه، ثم قم بتحديد العملة المطابقة لعملة بطاقتك. اختر البطاقة التي ترغب بتحويل المبلغ إليها، ثم قم بإدخال كلمة المرور الخاصة ببوابة العميل الخاصة بك. اضغط على إرسال لاستكمال الإجراءات بنجاح. ابدأ اليوم وانضم إلينا من خلال الرابط في صندوق الوصف.